هذو متابعينا من اليمن في ماليزيا. الله يخليك، شكرا. الله يخليك. انا الخوت من كوالالمبور، معنا المغاربه ها هما. واش الخوت، النهار الاول ديالي في كوالالمبور، بلاد زوينه رخيصه بزاف، يعني الناس اللي بغاو يتسركلوا لهم مع راسهم كاينين دي زوطيل غير ب 6 دولار الليله، يعني قول 50 درهم الليله ماشي شي حاجه، كاينين دي هوستل ماشي دي هوتل، يعني اي واحد يقدر انه يجي لهنايا ويسكن. كما قلت لكم واحد القضيه مهمه بزاف، ان البيه ديال الطياره شديتها بالي روتور ب 5880 درهم، يعني which is nothing باش انك تجي حتى لهنا، لان الرحله كانت طويله بزاف، 19 ساعه ديال الطياره، شي حاجه اللي هي بزاف بزاف. سينو الحاجه اللي حسيت بها هنا شويه هذا النهار الاول اللي خرجت فيه، واخا صراحه خرجنا، يعني في هذه الخرجه هذه الحاجه اللي حسيت بها اللي قهرتني بزاف هي الرطوبه. راه عطيك باش نوصف لكم هذه الرطوبه اللي كنحس بها، يعني كاين الضبابه ما كتشوفش الشمس، يلا من هنا، وكاين السخونيه، يعني الصاد ديال مراكش مطبقين الخوت، وكتحس بالارض كتخرج شي البخار ديال الماء، يعني بحال حاطينك في كسكاس، كسكاس سبع خضر خضاري مع اللفت. يا فين غادي تقطع انت؟ سو هادشي اللي كاين الخوت، هذا هو الانطباع الاول. دابا غادي نمشيو ان شاء الله، نمشيو للبيسين باش نبردوا على راسنا شي شويه، هادشي اللي كاين. المهم هاد السطوره هادي باش نجاوب على الاسئله ديالكم، لان راه كنقراهم. كثرت الاسئله اللي جاوني دابا هو منين تتشريو التيكي؟ تنشريو التيكي من سكاي سكانر، سكاي سكانر، راه غادي نكتبها هنايا في ستوري. هذا هو الموقع اللي كنشريو منه لي تيكي رخاص، ولا خاصكم تشريو منه. ها انتم اخوتي، احنا وصلنا للبول، هذا كما كتشوفوا معايا افضل اوتيل، احسن اوتيل هنا يمكن كان كوالالمبور، كما كتشوفوا معايا الفيو كي دايره ورايا لابيسين. هادشي اخوتي الا بغيت نكذب عليكم غادي كاع نعمل لكم الثمن، ولا حتى قلت لكم الثمن بنادم غادي يسحب هادشي حاطين فيه الزباله ديال الفلوس. هادشي اللي كتشوفوا الخوت داير 500 درهم الليله، لا غلا على مسكين. وحنا كنهضروا في شي حاجه اللي ليكسوري، لوطيل واعر، يعني نيفو طالع بجد، والثمن رخيص، يعني 500 درهم الا جيتي دير تشدي اوطيل في كازا راه غادي تشد اوطيل عادي 3 زيطوا. جي في زوار بلوس شخصيا اجي جي نوريهم في شويه هنا، وريهم هذاك لا حنا ما تنديروش هذاك التخرج البرج باش الناس احنا لا لا نفوجوا احنا. او ها انتم عارف يا الخوت، هاي ايا 500 درهم على الخوت، راه ما كاين لا 6 المليون لا 6000 درهم لا 8000 درهم، والله وصلنا 20000 ريال من المغرب. والله العظيم عطق نبيل على الخاوي، ها انتم 500 درهم ما كاين لا 6000 درهم الليله لا 8000 درهم الليله، خربيق. زيدكم اخوتي، حيت انا الهدف ديالي ماشي نبان عليكم ولا شي حاجه، انا بغيت نوريكم لي بون بلون وتمشيو رخاص الخوت. شوف هاد لوطيل اللي هو واعر لي سترايب، اللي بزاف سميت هاد لوطيل سترايب، اللي بزاف الناس كيمشيو ليه، راه خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه 500 درهم اللي قلت لكم راه لواحد، يعني انا بشومبر ديالي وصاحبي بشومبر ديالو، راه تقدروا تكونوا ثلاثه الناس في شومبر وحده، يعني ديك 500 درهم قسموها على ثلاثه وهاكا بالطقم عليكم هي 170 درهم للواحد، يعني راه الربا شويه في العمر. لا تبارك الله عليك، عندك النفس. المهم باش نجاوب على الاسئله ديالكم على الخوت، الناس اللي سولوني قالوا لي على قضيه ماليزيا، ماليزيا تجي لها بلا فيزا، تيخصك تبوكي الليله الاولى ديال لوطيل وتشد التيكي، وراه ما كاينه لا فيزا لا والو. ملي تجيو لماليزيا اول حاجه دير هو تانصالي، كاين الوي فاي راه هو فابور، انصالي واحد لابليكاسيون سميتها غراب، غراب جي ار ا بي، هاد غراب هادي هي واحد لابليكاسيون اللي كتمكنك انك تشد الطوموبيلات بحال داك السيستم ديال اوبر وكتخلص. هاد غراب رخيص هنا في ماليزيا، وبالتالي تقدر تسركل في واحد الامان، امان وما تخافش يزيدوا عليك في الثمن وصافي، هادشي اللي كاين. هادو هما المسائل بالنسبه للوطيل، الا بغيتو تجلسوا في اوطيل بحال هذا دابا 500 درهم، راه خوتي كاين تيسمى سترايب، سميتو سترايب، راه اس تي ار اي بي او، هذا خويا تنهضر لك شي حاجه لوكسوري، بغيتي شي حاجه قل راه كاين ما قل، قلب في بوكين راه الخير عطاه الله، غير هو الخوت ردوا البال في بوكين باش ما تصيدوش، باش ما نديرش لكم انا راه واعر، راه تقول بنا حنا الليله الاولى جلسنا في واحد لوطيل اللي كان تيبان في بوكين واعر، ولكن لقيناه في الاخر عيان فيما يخص النظافه، يعني موسخ، يعني ركزوا على هذا البلان، شوفوا لي كومونتير بيني وبينكم، انا شفت لي كومونتير لقيتهم خايبين، ولكن صاحبي قال لي لا خصنا نشوفوا نتاكدوا، مشينا لقينا داك الشيء لا علاقه، هذا شوفوا لي كومونتير، اهم حاجه هما لي كومونتير، لقيتوا لي كومونتير مزيانين توكلوا على الله، لقيتوا لي كومونتير خايبين ولا يعني ترقيم ناقص ما تشدوش هذاك لوطير راه خايب.
مشينا الخوت لدومينوز بيتزا باش نتعشاو حيت ما صراحه ما زعمناش ناكلو فشي بلاصه اللي ما كنعرفوهاش. هما يحطوا لنا المهم طلبنا البيتزا حطوا لنا بهاد لاصوص هادي. دابا هاد لاصوص انا سحبني واش معسله يعني وهي حلوه بنت الحرام ولكن واحد لدرجه الحراره فيها راه اقسم بالله العلي العظيم تتحسب سنانك غادي تحطهم فين تبان ديك الالجيريين اللي عندنا حنا. ها هو راه كاع تي العافيه كتصوت العافيه هادشي علاش هما مشهورين بالتنين. التنين ها منين جابوه والله العظيم راه واحد الحق. ولكن الغريب دابا عطاونا هاد لي ساشي كنتي تسحبني هاد لي ساشي اشناهو هما تتمسحب لا تسحبني واش تمتسالي تمسح بهم يديك ملي حليتهم شواش لقيتها. الله فيك عافيه الله يحمليك الواجب ما تقدرش دابا راني وليت كنطير طلع والله الا زيد 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 عمرني قال لك هادشي ماشي الحار هادشي هادشي عادي واحد المعلي واحد المهم واحد المعلي لا واحد المعلي هما مهمه الخوت ثاني خصني نقولها لكم اليوم تعرفنا عليها وهي انه ملي تركبوا في شي طاكسي ولا ملي تركب في غراب ولا ملي مع اي واحد ما كتعرفوش اياك ثم اياك تجبد كلمه ديال ايش ولا جبد كلمات البوليس ولا جبد كلمه مافيا ولا شي حاجه اللي بحال بحال التخربيق هذا. علاش؟ لانه هذاك الطاكسي اللي تيسوق بك غيعوج للبوليس. هادشي راه وقعت للمغاربه تلاقينا مع شي مغاربه البارح هادشي اللي وقع لهم ما كيعرف كيش بوليس هذا غيعوج بك عند البوليس. لهذا ردوا البالاش تقولوا ملي تكونوا نتوما كتهضروا في شي طاكسي. ثاني حاجه هنا كيش كيمشيو عليه الناس 25 عام ما كايناش ديك باك صاحبي اللي يتدخل لي بغيت ما كاينش اللي يتدخل لك يعني هاد المساله هادي ردوا منها البال. وملي تكونوا داخلين للمطار حنا المهم الحافظ الله سترنا الله ما كناش عارفينها وراوها لنا الناس اللي ساكنين هنايا قال لك راه بزاف الناس اللي تكونوا داخلين للمطار كيحشيو لهم شي في بوالزهم في سيكانهم وبالتالي ملي كيجيو يعني دخلتي للمطار دخلتي من المطار هو هذاك ما دخلتيش ما خرجتيش من الديوانه كتمشي ب 25 عام الحبس هنا راه الحشيش عندهم راه يشدوك تتشفر وما يشدوكش على الحشيش يشدوك وما يشدوكش على الحشيش. هنا 25 عام ما كاينش اللي حيدها لك وما كاينش اللي تدخل باش يحيدها لك. لهذا الخط ردوا البال من هذه المساله هذه كذلك. حياه الليل في ماليزيا تفكرنا هادشي في داك الفيلم ديال بانكوك عقلتي عليه. بالنسبه للامان وهي البلاد امنه يعني قسم ما بغيتي تخرج خرج يعني ما تخافش. حنا هنا دابا كندورو في هاد الزناقي هادو وعارفين انه ما وصلنا والو. هنا الناس مسالمين ما كاينش المشاكل الا لا قلبتي عليهم. حاجه واحده اللي باقي ما درتش هنا في ماليزيا وهي انني نتذوق الماكله الماليزيه واخا يعني طاحت الفرصه اننا نذوقوا شي حاجه الا اننا ما قدرناش. لا انا لا الصديق ديالي تنهضر بالجمع لا تنهضر عليا وعلى الصديق ديالي اللي معايا في هذه الرحله هذه. هنا رائحه الطعام يا ربي تسمح لي خانزه بزاف. هذوك البهارات يمكن كيديروا البهارات الهنديه وهذوك البهارات صعيب صعيب انك تقبلهم سوختو الى كنتي موافق مع سيدي بالطواجن والبصيله. لهذا جربنا نذوقوا شي حاجه ما صراحه ما قدرتش انني ناكلها كما قلت لكم ديك المره. هنايا كيعتمدوا على الحار يعني الا كنتي جاي بغيتي تاكل ديما هضر على الحار قول لي حيد الحار. وملي تقول لي حيد الحار ماشي مساله انه يحيد الحار لانه بعض المرات يحيد لك الحار وتيخلي الماكله عندهم حاره فيها واحد شويه الحروريه. لهذا خصك تحاول انك تاكد عليه انه يحيد الحرور. هادشي كنهضر مثلا على كينغ برجر كنهضر على ماكدونالدز كنهضر على هاد الفاست فود. اما الماكله المحليه ديالهم راه صعيب انك تاكلها وصعيب انك تحملها كاع ريحتها صعيب انك تحملها. المسجد هذا مسجد هاد الناس هادو كيستغلوا نهار السبت لان الحد ما كاينه خدمه تيتلقى الدروس الدينيه كيسهروا على ذكر الله. واحد الفقر عجيب كاين هنايا الاشكال اللي كتلقى واحد المفارقه غريبه انك كتلقى العلا دابا هذا اوتيل 5 طوال والناس ساكنين في هذا البرارك برارك هما بالنسبه لهم ديور عاديين ولكن راه هذا الشيء راه غير البرارك بالنسبه لنا حنا في المغرب. لا الا كيعليو هادشي باش يضرقوا هاد الحالات فريمون هنا راه الفقر ديال بصح وفي الوسط في الداون تاون. شي حاجه غادي نبارطاجي معكم غتجيكم في شكل لاحظوا معايا هاد اللعيبات هادو. هنا كاينه واحد البونت شي
الناس كيتفكروا دابا مثلا انا بغيت ننزل ملي تيجي هذا السيد اللي هو محتاج ومن ذوي الاحتياجات كيجي كيحط يديه هكا اليد الاولى هنا واليد الاولى هنا باش يدفع ويطلع. وعاوتاني نفس الشيء هنا باساج نفس الشيء كيعاود يدير يديه هنا ويدير يديه هنا ويدفع باش يمشي ويعاود يخرج من هنا. انا اخوتي مغاربه شوفوا في كوالالمبور كتختلف في الليل. ها هما لي البيتروناس تاور اللي شفنا داك النهار بالنهار ها هما بلي شوفوا كيدايرين. و كوالالمبور بصفه عامه عندك فيها يومين ما تفوتهاش في هذه المدينه هذه. حنا دابا زدنا نهار اخر باش نرتاحوا قبل ما ان شاء الله نمشيو كاملين نكتشفوا مناطق ومعالم اخرى في ماليزيا. جينا الخوت الفرمانسيان باش نشريو واحد دو برودوي اللي خص مهمين يكونوا عندكم الخوت لان حنا راه تقرنا. انا شخصيا بعدا راه تقرت حتى صاحبي المهم كاع اللي تيجيو مزيزه راه تيتقروا من هذا القضيه. وهو عندهم الناموس هذا الناموس خطير جدا لانه ملي تيقرصك حار وسوفتو الا كنتي غادي تسافر لانقاوي. حنا غنسافروا لانقاوي يعني واحد الجزيره اللي حتى هي عامره بهذا الناموس. سو ملي تجي حاول انك تشري جوج ديال الحويجات غادي تحاول تشري واحد راه هما رخاص ماشي شي حاجه. غادي تشري واحد الرشاش هذاك الرشاش كضربوا عليك باش ما يقربش لك الناموس. وكاين ثاني واحد البوماده كتشريها قالت انه الا قرصك الناموس كدير هذيك البوماده باش كتبرد في البلاصه حيت راه الناموس اللي عندهم هنا ماشي بحال ديال المغرب. المهم الناس اللي سولوني قالوا لي بشحال كتاكلوا تمايا. مثلا حنا دابا تعشينا ببيغ ماك حنا جوج ديال الناس تعشينا ب 8 دولار يعني تقريبا 4 دولار الواحد قل من 800 ريال 800 ريال قل من 800 ريال للواحد يعني شي حاجه اللي معقوله بزاف. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الاكلات الشعبيه والاثمنه ديالها خوتي ما عرفتهمش لانني يعني تو سامبلومون ما قربتش لهذاك الشيء لانه تتخاف لا تمراض ولا تكون شي حاجه اللي انت انت مسافر تصدقاء وخويا في المشاكل لا هما تنبتعدوا لا تمشيو غير للبلايص اللي هما ومن غير الريحه. حنا راه الريحه هضرنا عليها يعني ريحه الماكله حنا ما قدرناش نستحملوها. وثانيا لا المشكله انك تاكل شي حاجه تصدق مريض ولا هذا لا هما تمشيو ناكلوا هذوك البلايص المعروفين وصافي. الناس اللي سولوني على البرودوي راه هو هذا هو اللي كترش باش ما يجيكش الناموس ترش مزيان ما قربش لك ولا ري ريحته كي البايكون الصاد والله الا راه بايكون تترش ياك ما عطاتني بايكون مسخط ما فهمتنيش باري طلعت حشره على خرفيت نموت. هذا هو البرودوي اللي كدير ملي كتقرصك شي حاجه شتي هو هذا كيبردها في البلاصه. هنا الخوت كاينين اليوم في سكاي كاف هاد البلاصه اللي كتشبه سي فاطمه ولكن 3.0 كما كتشوفوا الدنيا هنا كي دايره. الهدف ديالك علاش خاصك تجي سكاي كاف لانه سو سامبلومون كتقدر تشوف المدينه ديال لانكاوي من الفوق وكتشوف الطبيعه الاسيويه يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. حنا باقي ما مشيناش باقي ما طلعنا في سكاي كاف لانه خاصك تطلع في واحد دوك السكاي كاف اللي كيتجروا يطلعوا للسما هذا داكشي اللي كاين في توقعات خاصك تطلع تمايا تطلع فيهم الوغ حنا باقي ما طلعناش مي هذا هي نوعا ما الفيو من تحت كي دايره. عاد ما عرفتش كيبان لكم هذا الفوق هذا بلاتي هاد الجبال هادو اللي كاينين هنا هنا فين طالعين ان شاء الله ليكم معايا. حاجه مهمه باش جينا لهنايا 50 درهم من شاينانغ يعني افضل احسن يعني شاطئ كاين تما حنا ساكنين قدامو يعني لهنايا 53 درهم جوج الناس يعني تقامت علينا بشي 25 درهم لواحد ماشي شي حاجه. المهم بالنسبه للتيكي وبشحال طلعنا وهادشي انا غادي نقول لكم شحال بقاو معايا. قول بنا خوتي ضربنا حتى لهنايا طلعنا كما كتشوفوا او هادي خويرة 5 يا او هادي خويرة 5 خلصنا 100 رينجي و 5 يا او خويرة 5 كانت لينا 100 رينجي و 5 الناس بداو تيهربوا على شتا الخوت ما لقينا ما نصورو ضربنا حتى النار على والو طلعنا حتى الفوق هانتوما كتشوفوا دابا هادي راه اعلى قمة ولكن هانتوما الضبابة والشتا للاسف.
ها انتما كاع الناس شارين هاد القفله ومعلقينهم هنا زعما قفله الحب الا هاد خونا هذا شو داير قفلت الكراج وسخوت هذا ما يكونهاش مغربي الحانوته الحانوته حط القفل ديالو هنا اه لطيف لطيف صباح الخير الخوت كما كتشوفوا باقا الشتاء من البارح باق يعني الجو خايب كنعتقد انه ماشي سيزون مزيانه باش انك تجي تشوف تايلاند ولكن على يعني اون جينيرال يعني المناظر الطبيعيه وداك الشيء راه كنشوفوه دابا اللي غادي نقول هذا رايي الشخصي ديالي هو انني انا لانكاوي عجبتني بزاف لا على فوكيت او لا بوكيت لا على بيبي كنعتقد ان تايلاند بوكيت وغده الشنعه وبزاف الناس ولاو كيسمعوا انهم مزيانين وهذا وتيجيو مي في الحقيقه يعني كتبقى لانكاوي اللي شفنا ديك الساعه انا تنهضر غير الجزيره لانكاوي يعني افضل حاجه شفت حتى دابا باقي غنمشيو لبوكيت باقي غنمشيو نشوفو شي جزر اخرين واخا الشتا غير نشوفوهم بعدا كي دايرين واخا يعني ما عجبوناش ما عجبتنيش بيبي كلشي تيهيت بيبي تيقول لك بيبي واعره بي جيت ما عجبتنيش بيبي اخوتي الا كان ستيل ديالك الناس ديال الصويره عرفتي داك الناس ديال الصويره زعما عليهم الزحامات ودوك الدروبه ضيقين ولا الناس اللي كيمشيو للمولى يعقوب ولا المولى ابراهيم ودوك الشطاريح ولا سيدي شمهاروش والله العظيم ماشي كنتفلى غيعجبهم هذا الستيل هذا اما ونزيدكم واحد القضيه هاد البلاصه عامره بالضاع من بلاصه ما حملتش الموال ديال الكلب انا كاع سو لهذا يمكن غير حنا غادي نبدلوا الموعد ديال الرحله الرجوع الى المغرب بكري لانه كيبان لي غير تنخسر فلوسي على والو بيبي يعني الا بغيتي تجي تجلس هنا في لي زوتيل ما كاينش لي زوتيل مزيانين بزاف قلال بجد شوفوا دابا انا الا شفتوني بحال جالس في براكه انتم هذا راه مطعم انتم هذا راه مطعم بحال جالس في براكه يعني كتبقى لانكاوي هي افضل حاجه شفت حتى لدابا ونتمنوا ان شاء الله من هنا لقدام الا كان شي حاجه اخرى احسن علاش لا بارك الله عليكم شوفي فلوس ها انتم الخوت شوفوا كنت درت لكم واحد الفيديو فلاشين ديالي على هذا الباور بانك ها انتم شوفوا ها هو كيشارجي الماك شنو احسن باور بانك تشري يا خويا وتهني راسك كاع عندك تخربق لي باور بانك اللي كاين حاجه اخرى غادي تعجبكم حنا جينا دابا لفوكيت فوكيت ماشي فوكيت الوغ تصوروا معايا هذا لوطيل هذا 600 درهم الليله كما كتشوفوا 600 درهم يعني دوك التصاور ديال 1000 درهم الليله و 6000 درهم الليله راه التخربيق هذاك الشيء الخوت الزوطيل هنا راه رخاص بزاف كما كتشوفوا ما تخليش شي واحد اللي بدا يبان عليك وتنزق عليك هاي 600 درهم الخوت وانا غنوريكم الشومبر ان شاء الله منين ندخلوا كنتسناو نوبتنا كما كتشوف كتجي كيحطوا لك عصير داكشي 5 ستار